أسماء تنتهي بحرف السين. هذه لعبة من ألعاب تقوية الذاكرة. عندنا ما شاء الله إياد، عبد العزيز، وصالح. جاهزين؟ جاهزين. تنتهي الكلمات بحرف السين. إياس. إياس. حارس. حارس. أستيس. فارس. فارس. القدوس. القدوس سبحانه وتعالى. كأس. كأس. عبسة. 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 صورة من سورة القرآن. أيوة. إياس. 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 أناناس. أناناس. هذه شفتوا ما شاء الله تبارك الله. ولما يكون حد مسترخي يعطي 20-30 اسم، لا يكون مشدود يصير في نوع من إيش، من التوتر. اكمل. الناس. قلناها. الناس ما قلتوها؟ ما قلناها. تفضل. فرناس. فرناس عباس من فرس قلتها. لا ما قلتها. سندوس. سندس. 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 ايوه. الرأس. الرأس. طبعا المبتدئ بالشعر يمكن يجمع كلمات مثل هذه تنتهي بحرف السين ويسوي منها قصيدة. واحنا ياما سوينا مثل هذه الاشياء، نقول اخرها اس. الناس 10 أجناس. أجناس. ناس ودك تحطه فوق الرأس. الرأس. ناس مثل العسل بالكاس. بالكاس. ناس رقة وإحساس. إحساس. وناس نبعد عنهم تراهم إحساس. إحساس. وناس بعد لا تجلس معهم تراهم أنجاس. أنجاس. عطونا كلمة هنا نركب عليها شعر. يلا. أنجاس. أنجاس. فقلنا أنجاس. يلا. الفاس. الفاس. وناس ودك تضربه بالفاس على الراس، اعوذ بالله، الله يستر. يلا اعطونا كلمه. سندس. المدرسه. ان شاء الله تزوج سندس وتعطيها الماس. تعطيها الالماس.